النهارده لقاء الزمالك والاسماعيلي ازاي؟ يعني طبعا الفرقتين بيمروا بمرحله تعتبر انتقاليه، الزمالك مرحله ما بين مدربين وصفقات جديده، الاسماعيلي عنده مدير فني انا في رايي ان هو عمل انجاز كويس السنه دي في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الاسماعيلي. اللي عايز اقول لك يا سيف ان الاسماعيلي نادي بيمر بظروف صعبه جدا، وربنا يكون في عون مجلس ادارته، لان ما فيش اي موارد ماليه الا طبعا من خلال شركه برزنتيشن او بعض الموارد الثانيه اللي بتيجي، اللي قليله جدا بالنسبه للنادي بحجم النادي الاسماعيلي. فبيضطر النادي الاسماعيلي ان هو يبيع افضل لاعبيه عشان يقدر ينافس الانديه الكبيره، وده فعلا اللي بيحصل كل سنه. والحقيقه انا ما بلومش مجلس الاداره، لان لو ما عملوش كده مش هيقدروا ان هم يقبضوا اللعيبه حتى او الموظفين بتوعهم المرتبات بتاعتهم، فربنا يكون في عونهم. نادي الزمالك اتعاقد مع صفقات مهمه جدا، وصفقات يعني في رايي هي الصفقات اللي كانت ناقصه الفريق، لكن الموضوع مش موضوع صفقات بس. صحيح يحترم مجلس الاداره ان هو اتعاقد مع احسن لعيبه في مصر، وكلنا كزملكاويه فرحانين بكده، لكن نتمنى ان يتم اختيار مدير فني، ويتم الـ 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 يعني ان يكون في ثقه في المدير الفني اللي جاي، ويتم تدعيمه لنهايه الموسم. انا نفسي امنيه حياتي بحلم ان يفضل مدير فني لموسم واحد طول الموسم من اوله لاخره في نادي الزمالك. وانا رسالتي لمجلس الاداره ان هم لو نجحوا ان هم يعملوا كده، والله العظيم الزمالك هياخد كل البطولات، لان الزمالك عنده احسن لعيبه. وفعلا في فتره من الفترات كان الزمالك بيبقى، وحازم موجود وعارف، كان بيبقى عنده مشكله كبيره جدا في ان هو يتعاقد مع لعيبه مميزه، لان ما كانش فيه موارد ماليه بالشكل الكافي. النهارده مجلس الاداره وفر الموارد الماليه وتعاقد مع افضل لعيبه في مصر. ستانلي تعاقد مع ستانلي من وادي دجله، وده لعيب مميز جدا. والحاجه الوحيده اللي ناقصه ان الناس تسيب المدير الفني يشتغل، ويتم دعمه من اول الموسم لنهايه الموسم. وانا اتمنى ان مجلس الاداره يبقى فاهم كده، ويفهم ان شاء الله الدعم ده هو الوسيله الوحيده وهو الطريق الوحيد بان نادي الزمالك يرجع للبطولات مره ثانيه، لان نادي الزمالك انه يفوز ببطوله واحده ده غير كافي. احنا نادي الزمالك طول عمره كل 6 7 سنين بيفوز مره بالدوري او مرتين بالدوري، لكن بوجود الامكانيات الماديه اللي موجوده دلوقتي، وموجود مجلس الاداره اللي هو قادر على ان هو يتعاقد مع افضل اللاعبين، لو حصل بس شويه دعم للراجل المدرب اللي شغال، وان هو يتحاسب اخر الموسم زي ما موجود في كل الانديه الكبيره في العالم، نادي الزمالك هيرجع للبطولات والفوز بالبطولات كل البطولات مره ثانيه.